Bonsoir mes amis, amis de la chaîne Prof Farid, مرحبا بالجميع في هذا الفيديو المقتضب والجديد بطبيعة الحال، وهو يهتم بالصفحة رقم 39 من كتاب فيزيك شيمي أو لا فيزيك شيمي هي فيزيك شيمي كوليكسيون أونيفير بلس دو كوليج بيان سور بروميير أني دو كوليج. ابقوا معنا لتعم الفائدة ونلتقي بعد لحظات. إذا من المفروض أن يكون التلميذ مراجع الدرس بيان سيغ، حنا كنهتمو هنايا بالحلول المباشرة والمقترحة لأن الدرس يحتاج إلى وقت طويل، حنا نهتم فقط بالأجوبة. نعتبر أن التلميذ قد راجع جيدا المكتسبات وراجع جيدا ما يجب عليه أن يراجعه. هنا أختبر أو لا أتحقق من معارفي. تكست أترو إيدنتيفي لو مو كونفونابل كي كوريسبون أ شاكان دي نيميرو 1 2 3 و 4 لونيتي دو ماس أي لو كيلوغرام. لونيتي دو ماس معروفة هي الكيلوغرام، الكيلوغرام كجي. هنا غادي نكتبوها بيان سيغ بالحروف، باردون غنكتبوها بالحروف كاملة. كيلو غرام، نوبلي با كو غرام افيك دو زيم. سون سامبول اي الرمز، الرمز ديالها بيان سيغ هو كا، هو كا وحدها جي مينيسكول، كا ماجيسكول، و او علمن ديالها كا جي مينيسكول. On mesure la masse avec une. Donc, نقصو الكتلة بماذا؟ بأي جهاز؟ بالميزان. Avec une bar. Balance. Avec une balance. Donc, هذه باينة، هذه مخوطة شي من الدرس بيان سيغ المعارف. Une balance. فيها أنواع بيان سيغ البالونس. كاين الميزان الرقمي والميزان ذو الكفتين. نقدروا نطلعوا عليهم زوينين ها هما. دونك عندنا هنا الشيمة ديال الميزان. وعندنا لو نون دو ميزان وعندنا لانسترومون، دونك هادي لانسترومون الأداة. وعندنا هنايا لو نون بالونس دو روبر فال، والرمز ديالها في الفيزياء هذا هي الرمز. وعندنا نو زافون سيت انسترومون، وعندنا كيتسمية ديالو بالونس الكترونيك حيت كي افيشي الأرقام ديريكتومون، وهنا الرمز ديالو في الفيزياء. منين تبغي ترسمو هذا هو الرسم اللي متفقين عليه العلماء كاملين. لا نيميرو 4 دان كور ايت اون غروندور ليي ا لا ماتيير فورمون سو كور. دونك شنو هي هذه اللي كتعلق؟ هي واحد الميزه، واحد المقدار مرتبط بالماده اللي كتكون الجسم. شنو سميت هذه اللي هي لا ماس؟ غادي تكون هي لا ماس بيان سور. La masse d'un corps est une grandeur liée à la matière formant ce corps. Ou la masse volumique. نشوف الدرس. Donc, il a pas mis loin de الدرس la masse volumique. Mais c'est peut-être qu'il y a la masse volumique. Fina est la leçon. Tour la passe. Masse des solides. La masse des solides et des liquides. Donc, il y a la masse. On va dire qu'elle est bonne à la leçon. On va dire qu'elle est bonne. Aïe. Aïe. لونيتي انترناسيونال دو لا ماس اي لو كيلوغرام سون سامبول اي كاج جي. وهنا جا وقالك شنو؟ ها هي هنا لتحت. لا ماس اي تان اوبجي دان اوبجي اي تون غروندور كي كاركتيريز، اللي كتميز واحد الجسم. اي لي ليي ا لا ماتيير فورمون سات اوبجي. بحال دابا جسم ديال الحديد ماشي هو جسم ديال الكرتون، ماشي هو جسم ديال، دونك باش كنميزو بين بالكتلة. بحال دابا واحد ما كيشوفش، تعطيه طرف ديال الحديد بلا ما يشوف بعينيه غيعرفو راه حديد ما فيهاش. تعطيه مثلا الكرتون غادي يعرفوا كرتون، واخا يكون سد عينو هكا يعرفوا كرتون. عطيتيه الصوفه غادي يعرفوا الصوفه من خلال الكتله. فاش كتحط الجسم على اليد كتحس به شنو ديك الحاجه. واش هذا غادي يكون حديد بحال دابا ستيلو غادي يكون حديد؟ لا، هذا قلم رصاص ما يكونش حديد. واخا ما تكونش كتشوف غادي تقول يا اما غادي يكون باغ اكزومبل نقول لك شنو مثلا خشب، او لا مثلا غادي تقدر تقول بلاستيك، ولكن باش تقول حديد ولا نحاس ولا بزاف. دونك هنا شنو غادي نكتبو؟ لا ماس ام ا
2 اس. كونيتر لي زونيتي، هنا خاصنا نرسموا واحد الجدول، نلتقي بعد قليل بعد ان نرسم الجدول على ورقه.